الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيدن الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعي يا سعد. أم حول الأشعيري؟ لك شبك شبك بصلتك محروقة بتخطف الكباية من راس الماعون. سمعنا تقول طنجرة ولقيت غطاها رح يحط خبزاته على جبناتها ويعيشوا سوا على الحلوة والمرة. يعني رح ناكل ملبس؟ انتي رح تاكلي قتلها؟ لهلأ ما بتعرفي بقدونس من الكزبرة؟ أكلنا هوا هالبساطة البساطة ويا عيني هالبساطة. على فكرة هاي مو بساطة، كيلو الجبنة ب250. ايه أهلين. هذا مو راديو، هذا صحن فتوش. حلقة جديدة من برنامج فتوش مع مايا هلأ على راديو السوريالي. حلقتنا اليوم من مدينة صغيرة من شمال سوريا. هالمدينة من الزمانات وإلها شهرة، فينا نقول عنها نضالية. كيف يعني؟ رح نعرف أكتر اليوم بحلقتنا من عمودة. مساء الخير إيواري باش. مثل ما خبرتكم ببداية الحلقة، اليوم حلقتنا من عمودة. عدد سكان عمودة حوالي 50,000، معظمهم من الكرد مع بعض السريان والعرب بالمدينة، وبيعيشوا بمعظمهم من الزراعة وبعض الحرف والصناعات المرتبطة فيها. تعتبر عمودة من أكبر بلدات المنطقة أو أقدمها، ومن أوائل بلدات منطقتها اللي تطور فيها الحس الوطني والقومي لنشاط سياسي منظم، وكانوا أهاليها من أكثر أهالي المنطقة وعياً بأهمية تعليم أولادهم. وقبل ما تنوجد المدارس كان التعليم بعمودة بيصير بشيء اسمه الحجرة، وكانت حجرات عمودة معجوقة بالطلاب دائماً. طبعاً الجزيرة من أغنى مناطق سوريا زراعياً، وشو ما بدكن بتزرع من القمح والقطن للفواكه والخضرة بكل أشكالها وأنواعها وألوانها. ومن كل هالتشكيلة الطويلة العريضة اخترنا من عمودة أكلة بسيطة كتير، بس بالحقيقة طيبة كتير، بطاطا كلندي. البطاطا المسلوقة والمهروسة على الطريقة الكردية. الطريقة والمقادير مثل العادة بعد الفاصل، خليكن معنا. جاهزين للبطاطا كلندي؟ يلا. المقادير: حبتين بطاطا وسط، بيضة وحدة، سنين ثوم، زيت أو سمنة، ملح وفلفل، ورشة بقدونس. سوريالي سوريالي. بداية رح نغسل البطاطا ونقشرها، ولأنه بدنا نهرسها بعدين فرح أقطعها لشرائح وأسلقها. هيك بتستوي أسرع بكتير، وبس تستوي البطاطا رح نتركها لتبرد شوي وبعدين نهرسها بالشوكة أو نطحنها بالماكينة إذا عندكم كهرباء. بعدين رح ندق الثوم مع رشة ملح ونقليه بشوية زيت أو سمنة بمقلاية كبيرة، يعني بدنا تقريباً معلقة كبيرة سمنة. بس يتقلوا التومات رح نفقص فوقهم بيضة ونقلب هالبيضة لتبدأ تجمد. عملياً هون نحن عم نعمل بيض مقلي، بس ما رح نترك هالبيضة تصير قرص بالمقلاية ولا رح نتركها لتنشف تماماً.
بس تبدأ هالبيضة تنشف رح نحط فوق البطاطا المهروسة ومع رشة ملح وبهار ونخلطهم سوا منيح منيح، وبس يتقلوا كلهم رح نسكبها ونرش عليها شوية بقدونس مفروم. بتتاكل باردة وبتتاكل سخنة وبتتاكل حاف وبتتاكل بالخبزة، وأنا هاي الأنواع من الأكلات مفضلة عندي حقيقة، وصحتين وألف هنا. سورياني سورياني عمودة كانت من المناطق المميزة بحراكها خلال هالأربع سنين، وكانت عمودة من البلدات المشاركة بانتفاضة 2004 اللي بدت استفزاز ومشاكل بين مشجعين فريقين كرة قدم لتتحول لانتفاضة لمطالبة بحقوق الكرد، وانسحقت هاي الانتفاضة بعنف كتير كبير من قبل الأمن السوري، وللأسف كتير من السوريين بهداك الوقت ما دريوا فيها. لكن حراك اليوم أو حراك 2004 بترجع جذوره عند أهل عمودة لأقدم من هيك، ورح نرجع فيها لزمن الانتداب الفرنسي. لما ارتسمت حدود سوريا بين تركيا وفرنسا بقيت عمودة مع سوريا، بينما البلدات اللي حواليها صاروا ضمن تركيا، وبهي الفترة توسعت عمودة وزاد عدد سكانها كتير نتيجة لانتقال كتير من أهالي القرى اللي بقيت مع تركيا لعمودة واستقرارهم فيها. كانت عمودة من أكبر بلدات الجزيرة بهداك الوقت وأكثرها تأثيراً على اللي حواليها، وقدروا الأهالي والثوار لفترة طويلة يمنعوا أو على الأقل يحدوا من نفوذ الفرنسيين بهديك المنطقة. ولما حاولت فرنسا تقسم سوريا لدويلات على أساس طائفي كانوا أهالي عمودة طبعاً من الرافضين لهذا التقسيم، وبدوا بتمرد حقيقي ضد السلطات الفرنسية، وقدروا أهالي عمودة بعد فترة يستولوا على المخفر ويطردوا الفرنسيين من عمودة والمناطق اللي حواليها. وكان طرد الفرنسيين من هنيك هو بداية لما عرف لاحقاً بطوشة عمودة. طوشة عمودة كانت بدايتها بأبسط وأكثر طريقة ناجحة تاريخياً لتعلقها بين أهالي بلد وحدة. روح لعند الحي الشمالي وقل لهم جماعة الحي الجنوبي بدهم يقتلوكن، بعدين روح لعند جماعة الحي الجنوبي وقل لهم الحي الشمالي ناويين يخلصوا عليكم، آخر شي طقف التيشة وبتولع على حالة انت لا تعمل شي، وفيك بعدين تتدخل لتفصل بين اللي عم يتقاتلوا على أساس وتحمي اللي ما لهم دخل. وهذا تماما اللي عملوه الفرنسيين، لكن مرة تانية قدروا الثوار يطردوا الفرنسيين من عمودة، وهون بقى الموضوع صار بده حل من النوع الجذري بقصف الطائرات الفرنسية لعمودة والقرى اللي حواليها وتدميرها. واللي عاشوا هديك الفترة بيحكوا عن الدمار وأعمدة الدخان اللي معبية السماء، يعني شي بيشبه اللي عم نعيشه وعم نشوفه هلا. أوي فنا قصة تانية بتعتبر عند أهالي عمودة مفصل أساسي لدرجة أنهم بيترخوا فيها فبيقولوا قبل السينما وبعد السينما. هي الجملة ما بتحتاج لشرح عند أهالي عمودة،
لأنه الكل بيعرفوا وكتيرين بيتذكروا الحريق المرعب اللي صار بسينما شهرزاد بسنة 60. بسنة 1960 وتحديداً بـ 13 تشرين الثاني كان في حملة بالمدارس لدعم الثورة الجزائرية، وانعرض بسينما عمودة الوحيدة والقديمة فيلم على طول ساعات النهار، وكان ريعه لدعم الثورة الجزائرية. ورغم أنه الفيلم كان لا يناسب الأطفال لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنه كانت السينما تتعبى بأكثر من طاقتها بكل عرض. بدأ الحريق بعرض المساء بشرارة من المحرك القديم اللي حمي بسبب استخدامه طول النهار. هي الشرارة اللي انتقلت فوراً للحيطان المغطاية بالقماش والسقف المصنوع من طين وخشب وقش، وهبت السينما. الأطفال من الخوف والدخنة والحريق ما قدروا يفتحوا الباب، قدروا بعدين الناس يفتحوا الباب ويساعدوا بعض الأطفال ليطلعوا، وكانت المأساة حقيقية باستشهاد أكثر من 200 طفل. لما منقول أكثر من 200 طفل يعني عم نحكي عن أكثر من 200 عائلة انحرق قلبهم على أولادهم اللي راحوا. ولما منسمع عن تفاصيل الحادث منشعر قديش الجهل والإهمال كان كبير وتمنه غالي، لكن كمان الشجاعة كانت كبيرة وكمان تمنها غالي. لما رح ينحكى عن الشجاعة رح تسمع كتير باسم محمد سعيد آغا الدقوري. هذا الشخص قدر ينقذ 12 طفل قبل ما ينهار السقف عليه أثناء محاولاته إنقاذ الطفل 13. يمكن كانت حلقتنا لليوم قاسية شوي، لكن مثل ما بتنعرف عامودة بقصف الطيران الفرنسي والحريق المشؤوم فيها، فكمان بتنعرف بطرافة أهلها ونكتتهم الحاضرة وحبهم للحياة. ومثل كل مدينة كان إلها مجانين الأسكية اللي بيتحولوا لحكماء المدينة وبيقولوا لما بينقال، بس على ما يبدو أنه حصة عامودة منهم كانت أكبر من غيرها وكانوا أشهر من غيرهم. بين ضحكة عمودة ودموعها كانت حلقتنا لليوم بفتوش. شوفكن الأسبوع الجاي بنفس الموعد، ومن هون لوقتها ومثل العادة خليكن سورياليين وما تخلوا حدا يوقف بوش أحلامكم. وما تنسوا أنه فتوش مو برنامج طبخ، فتوش هو أملنا ببكرة رح يرجع يجمعنا كلنا على سفرة وحدة. سباس، باي باي. تسمعوا كل حلقات برنامج فتوش مع مايا، زوروا موقعنا على الانترنت سوريالي.com. سلطة ملطة تبلناها كل شي فيها إلا خيار ما فيها أصابيع البوبو يا خيار خيار فيها وكل شي فيها أويها ويا صحن مجدرة أويها ومجلل بالكزبرة. كزبرة ولا بقدونس؟ طول عمرك يا زبيبة مجعلك لهلأ ما بتعرفي بقدونس من الكزبرة؟ المهم أويها واللي ما بيسمع راديو سوريالي أويها يلزق بسفل الطنجرة وليلا ليلا 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 فتوش مو برنامج طبخ.